بعد سر عقبه وطلع طلع سيد مقتدى البيان تغريده والله وقال يا جمهور التيار الصدري وطلعوا تظاهرات يطلعون ويطلعون يطلعون ومثل ما كل مره يطلعون اي جمهور مطلع. شنو الموقف من هذا الموضوع؟ شو تريد تحمون السفاره منه؟ لا لا ما نحمي السفاره احنا يعني بصراحه خلينا نتحدث يعني نعم حكومه السيد السوداني الان يعني بعد تغريده السيد مقتدى وهذا الخطاب هي محرج محرجه طبعا محرجه الحكومه اكيد بدون نقاش الحكومة العراقية الآن محرجة لأنه هنالك اتفاقيات وبنود ومواثيق ما بين دبلوماسية وعسكرية وأمنية وسياسيا نعم هي تحتم الوجود الأمريكي في هذه المنطقة ليس فقط في العراق المنطقة بصورة عامة منطقة الشرق الأوسط الآن هنالك مصالح أمريكية في هذه المنطقة خروج الأمريكان مستبعد لكن خروجهم بتجزئة ممكن يعني ما معناه الحكومة العراقية طلبت من الحكومة الأمريكية أن يكون هنالك فقط الخبراء وتبقى السفارة الأمريكية كهيئة دبلوماسية ويقلل العدد طبعا الأمريكان رفضوا حولوا القضية أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط هي متواجدة في العراق القرار من الأمم المتحدة يعني ما معناه هنالك فرنسيين ما له علاقة وهناك أوروبيين ماكو أمم متحدة لا 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 القرار لا تحالف دولي لا دخول لا لا دخول للعراق بقرار أمم متحدة اسمح لي الدخول إلى العراق يا هي من عندهم العام 2003 لما واحد راح اسمح لي مو اصبح تواجد اليوم اصبح احتلال اكو بنود اكو اتفاقيات انا جاي اتحدث الخروج كيف الطريقه الطريقه مو انا اليوم اجي ارفع سلاح لا يوجد امتلك سلاح اليوم للمقاومه ان نتخرج الامريكان مثل ما تمتلك امريكا اليوم مو تمام بالتالي ضربت بطائرات مسيره مواقع للحشد وضربت مواقع عسكريه ودخلت داعش ونقلت ليام من افغانستان ودخلتها الى سوريا ودخلتها وسقطت المحافظات ثوره العشرين كانوا عندهم طوب والعراقيين كانوا عندهم مقوار كانت ثوره العشرين العشائر لربما متفقين الان احنا مختلفين احنا لحد الان هسه على قبه البرلمان ما عندنا ما صار لنا اشهر نعاني ما نعاني ما عندنا قانون نريد نشرعه لانه مختلفين المكون السني المكون الشيعي هم مختلف والمكون الكردي هم يعني منقسم مو احنا ذا ما متكامل الرؤيه اليوم هسه ليش نروح بعيده ليش هو التيار الصدري الان داخل العمليه السياسيه ولا خارج العمليه السياسيه خارج العمليه السياسيه غير زعلان زعلان لو مو زعلان التيار الصدري زعلان سحب 73 مقعد غير زعلان على الحكومة وها وقال يا باي الحكومة انتوا تصرفوا بيها وانسحب اذا ما معناه حتى بالمكون الشيعي اللي هو جزء لا يتجزأ اليوم من خط التيار الصدري هو ايضا غير متفق مع المكون الشيعي اللي بالداخل الان وهو